هسه انا وياك اذا اريد نسوي يعني مع احتراماتي لكل الفنانين ولا حد يجي يقنعني بالكاميرا الخفيه ويقول لي ما ادري، انا وياك هسه اذا نسوي كاميرا خفيه كم فنان تريدين اجيب لك؟ يقول لك انا قاعد خليه يعطوني 200,000 150,000 الاجور اجيب الكاميرا الخفيه، كاميرا خفيه كلها اتفاق، بس هم اهل الكاميرا الخفيه عرفوا يا فنان يخابروا استاذ عندنا كاميرا خفيه تجي يروح يمثلها تمثيل وما ادري شنو هذا. اي ماكو اهداف بالكاميرا الخفيه، اهداف بانه اسعاد الجمهور، لكن اكو 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 كاميرا خفيه علاوي كاميرا خفيه يعني احنا عندنا يعني بائسه مع احتراماتي للجمهور، الكاميرا الخفيه يعني كلش بائسه، انا اليوم لو ممثل مثل ما قال استاذ مازن احنا هسه نحضر، انا هسه طالع برمضان عندي عملين او ثلاثه، اعرف انه انا راح اخلص رمضان راح ادخل بعد عمل. عمل قبل عندي قبل قاري رمضان قاري سيناريو اخر. انا احتاج احتاج اليوم اروح يم كاميرا خفيه وراح اسوي اعلان. هو منو اللي يختار؟ المخرج؟ لو المنتج؟ هو كان يختار المخرج. هسه المنتج. هو هذا سؤالي ترى. كان يختار المخرج. هسه المخرج يجي ينطون ناس يقولوا له هاي الممثلين احنا موزعين.